تقنين الشريعة الإسلامية منذ أن صدرت أول فكرة باسم الشريعة الإسلامية السبعينات، الصحوة الإسلامية، التاريخ الإسلامي بيصعد، علاقته مع السادات، يعني الخطة اللي عملوها مع السادات أو البلان اللي عملوه مع السادات أو الديل اللي عملوه مع السادات عشان اليسار والشيوعيين، وبدأ يطرح مفهوم وتغير بعد كده لاحقا المادة الثانية في الدستور، بقت بدل ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع، بقت أصبحت مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع. وبقى فجأة قال لك عايزين نعمل مشروع تقنين الشريعة الإسلامية، ويعني أساطين بقى الإسلام السياسي بقى طارق البشري والإخوان المسلمين والقرضاوي كله 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 بدأ يتكلم في هذا الموضوع. حتى برنامج الشريعة والحياة بتاع القرضاوي كله كان مبني على فكرة إن هو الشريعة والحياة، إن هو الشريعة الإسلامية، وبيحاولوا يروجوا طبعا للبسطاء أن هناك تفاصيل وقوانين وأمور إلهية، وأن هناك قوانين وضعية وقوانين إلهية. يعني الصيغة اللي كانت بتتصدر للشارع العربي والشارع الإسلامي بهذا الشكل، أنت تختار قوانين ربنا ولا قوانين البشر؟ شيء طبيعي أي واحد مش فاهم هيقول لك إنه قوانين ربنا، فلا هي كانت قوانين ربنا فعلا ولا هي كانت قوانين بشرية ولكن بسلطة دينية. هو ده اللي احنا عايزين نفهمه، لأن هو ده الموضوع غامض فترة طويلة من الزمن. هي دي المفروض حلقتنا النهارده، جزء من حلقتنا النهارده، او ان هو يعني هيبقى عده حلقات في موضوع تقنين الشريعه الاسلاميه، ربما تكون دي الحلقه الاولى فيها. ويلا نبدا حلقتنا. السادة المشاهدين اهلا بكم. انا كنت من زمان نفسي اقع على ما يسمى تقنين الشريعة الإسلامية، لأن الدكتور محمد عمارة رحمة الله عليه كان قال في تصريح لأظن فيتو أو المصريون إن احنا عملنا قوانين الشريعة الإسلامية وأنها موجودة في أدراج مجلس الشعب، وأنها 7 مجلدات، وأن 200 عالم يعكفوا عشان يخرجوا هذه القوانين إلى النور. وكنت نفسي أشوف ما هي 7 مجلدات اللي بيتكلموا عن الشريعة الإسلامية عشان يعني نغور في تفاصيلهم ونشوف هم فعلا دي قوانين ربنا ولا قوانين بشر ولا الموضوع جاي منين. لغاية طبعا دورت على النت مش لاقي طبعا الكتب خالص، رغم انها المفروض دار الشروق او مكتبة الشروق الدولية، رحت مكتبة الشروق نفسها عشان اصل الى هذه الاعمال اللي محطوط عليها اسم المستشار البشري والدكتور ابراهيم البيومي غانم، وانها صورة طبق الاصل. ولكن حتى وخلي بالكم الطبعة الاولى في 2012 فبراير 2012 ايام ما كان الاخوان في السلطة، كان مجلس الشعب وكنا داخلين على الرئاسة وخدها في 6/12 يعني الدكتور مرسي. ففي هذا التوقيت كان الإخوان مسيطرين وبدأت تطبع هذه المجلدات. مكتبة الشروق ده ما لقيتهمش طبعا، بس طبعت المجلد الأول من على النت وحصلت عليه، وحنحط لكم الصورة بتاعة الغلاف ومكتوب عليه صورة طبق الأصل. إيه اللي حصل في موضوع تقنين الشريعة الإسلامية؟ احنا كنا قلنا قبل كده في حلقات خلاصة الموضوع إن ما يسمى الحدود هم 6 حدود، 2 منهم مش موجودين في القرآن، اللي هم حد شرب الخمر لأن هو تعزير بيقوله الحاكم يعني بمعنى صح بشري صرف، وموضوع قتل المرتد وهذا سياسي صرف ليس له علاقة بالإيه بالنص بأي حال من الأحوال، حتى لو هو منسوب إلى يعني نص ظني الثبوت موجود في البخاري، ولكن في النهاية لا يعتد به لأن لم يتم تنفيذه ولم نسمع أن حد قتل رجل لأنه كافر. وحتى كلمة من بدل دينه فاقتلوه لو خدنا بالاعتبار انها ايه حتى يأخذ اخاه في دين الملك وكان دينه قانون الملك، فمعنى الخروج عن الدين بالمعنى العام اللي موجود في النص القرآني ان هو خرج على الدولة، وهم حتى طول الازهر دلوقتي يقول لك ده الخروج على الدولة او الخيانة العظمى، فده موضوع اخر يحكمه السياسة ولا يحكمه الدين ايضا. انا طبعا مش هقدر اقول حاجات كتير منه، بس في النهاية هنقرا كده المقدمه اللي بيكتبها طارق بشري او جزء من المقدمه ونشوف ايه التفاصيل بعد كده لاحقا، او نتعرض لبعض التفاصيل. زي ما قلنا ان الحدود 2 منهم مش موجودين في النص القراني، والـ4 اللي موجودين في النص القراني اتكلمنا عنهم، قلنا موضوع الزاني ده امر مستحيل، وقلنا ان اسامه الازهري
قال ان هو لم يطبق، وكذلك الدكتور زقزوق قال انه لم يطبق او لم نسمع انه طبق بعد موضوع بعد النبوه نهائيا، لان مفيش فكره توفر الشروط، ده امر مستبعد جدا. حد السرقه مش احنا اللي وقفناه، ده وقفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفكره العقوبات البدنيه اصلا في هذا التوقيت هي امر محل شك كبير جدا في ظل العصر الحالي. العصر القديم كان بدوي، ما كانش عندهم رفاهيه السجون، فكانوا بيعملوا عقوبات بدنيه. وحتى حد الحرابه في تخيير، اللي هو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وفي او ينفوا من الارض. ينفوا من الارض يعني معناها السجن دلوقتي. يعني اذا حتى الاربع حدود في القران، الزنا مش مطبق ولم يطبق، القصاص مطبق طبعا في مصر، وان كنا طبعا في مساحه للقاضي ان هو يدي المؤبد لاعتبارات الحاله النفسيه او الحاله البيئيه، موضوع الطار وما شابه ذلك، فان هو ممكن يدي يعتبر بالثقافه وما يسمى مبرر القتل ايه، ويخلي ايه العقوبه اقل من الايه من القتل. فهم دول الاربع حدود، قلنا الزنا، القذف طبعا يعني في عندنا حاجه اسمها في القانون يعني السب والقذف، قانون السب والقذف، ولكن طبعا برضه مش هيطبق فيها الايه الجلد. وقلنا الحرابه في تخيير اللي هو السجن، والقصاص موجود الاعدام في مصر. فايه بالظبط اللي هم عايزين يعملوه؟ يعني ايه بالظبط اللي هم عايزين يعملوه في موضوع تقنين الشريعه الاسلاميه؟ هل هو كان مصطلح مقصود به سياسي لدغدغه عواطف الناس، قوانين ربنا ولا قوانين البشر، ولا كان في مضمون حقيقي؟ بيقول المقدمة أو ما يدل الكتاب، في عام 78 قرر مجلس الشعب تشكيل 7 لجان لإنجاز مشروع قانوني سياسي ثقافي بتقنين الشريعة الإسلامية، وهو الأمل الذي تطلعت إليه جموع الشعب المصري كما أكدت نصوص محاضر جلسات مجلس الشعب. وتقنين الشريعة يعني تنقية القوانين مما يخالف الأحكام القطعية للشريعة ومقاصدها الرئيسية، وإضافة ما يلزم من قوانين جديدة في ضوء ذلك. فهي عملية مستمرة ومتراكمة تحتاج إعمال عقول وجهود رجال القانون في وزارة العدل والقضاء والجامعات وعلماء الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وعلماء الشريعة بصفة عامة، مع المتخصصين في كافة نواحي النشاط الإنساني التي تحتاج لتنظيم ومن ثم قوانين. قاربت لجان مجلس الشعب إنجاز عملها بعد حوالي 4 سنين. فأعلن وزير الأوقاف إبراهيم الدسوقي عام 82 أن اللجان أنجزت 95% من المطلوب منها وأوشكت على إنجاز الباقي. ولكن بدلا من ذلك تجمد المشروع ثم طواته أدراج نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ونقدم هنا نسخة طبق الأصل من الكتاب الذي أصدره مجلس الشعب عام 83، وبإذن الله سنصدر تباعا ما أنجزته تلك العقول وأخفته أدراج مبارك لمدة 3 عقود. وقد قام المستشار طارق البشري والدكتور إبراهيم البيومي غانم بكتاب التقديم لهذا العمل الذي تضافرت فيه جهود مخلصة تبتغي صالح الأمة العربية. خلي بالكم، نتكلم عن لجان، وزارة عدل، جامعات، علماء أزهر، دار الإفتاء، وزارة أوقاف، وعلماء متخصصين في كافة نواحي النشاط الإنساني. طب ده المنتج اللي هيطلع من الناس دي في الآخر هيبقى منتج إلهي ولا منتج بشري؟ ده السؤال. هو كل الموضوع إنهم بيقولوا للشارع إن في منتج إلهي وفي منتج بشري، وإن المنتج الإلهي اتحط في الدرج. فوجئت إن أحمد فتحي سرور اللي هو كان ماسك مجلس الشعب فترة طويلة جدا بعد وزارة التربية والتعليم، تقريبا نص عصر مبارك، شاف 6 جلسات 6 مجالس برلمان حاجه زي كده، كان موجود في اللجان بتاع تقنين الشريعه الاسلاميه. النقطه الثانيه، هو بيقول اتحط في الدرج 83. طيب الاخوان موجودين من 84 في البرلمان، كان في الشيخ صالح ابو اسماعيل، وكان موجود مع حزب الوفد، وبعد كده تواجدوا ب 37 مقعد في 87 في انتخابات 87، وبعد كده قطعوا في 90 او دخلوا في 90 بعدد قليل، وبعد كده 95 قطعوا، 2000 دخلوا، 2005 كانوا 88 عضو. الحاجات اللي في الدرج دي ما طرحهاش كقوانين ليه؟ قانون اصلا، مفيش حاجه اسمها ايه لوكشه كده، لان هم بيتكلموا، انا بخش في التفاصيل، لقيتهم عملوا مثلا ايه مش عارف 1000 ماده في ايه، و265 ماده في ايه، و435 ماده في ايه، عملوا بتاع 3000 ماده كده. طب يقولوا لنا في الاخر، طب ما بدل ما يدوا لنا 3000 ماده اللي هو ما يسمى تقنين الشريعه في التجاره بقى، والقوانين البحريه والقوانين ما اعرفش التجاريه وقوانين المال وقوانين الاقتصاد والسياسة والاجتماع، كل الأفلام دي كلها. خلي بالكم طبعا مصر الأحوال الشخصية ما زالت
ما يسمى يعني شريعة إسلامية، والمحاكم للأسف الشديد مليئة بالقضايا، وكثير منها فيها جور وفيها ظلم وعايزة كثير من التعديل، ولكن برضو محدش قادر يعدل أو يخوض كتير قوي في الأحوال الشخصية، لأن الأزهر متمسك إن هذا الموضوع يخصه. طب حلو بقى المشاكل والقضايا اللي تقعد 3-4 سنين، والأسر المشردة والناس اللي مش عارفة تاخد النفقة، والناس اللي مش عارفة تعمل رؤية الابن أو الابنة، أو والإعالة على مين، أو الولاية على مين، والولاية التعليمية على مين. دوشة جامدة جدا لا يستطيع أحد حسمها، لأن زي ما قلنا القوانين تحت ما يسمى بالشريعة الإسلامية، ومفيش مساحة حركة قوي للبرلمان إن هو يتدخل في القوانين رغم إن مشاكلها ضخمة للغاية. فده كان الإيه البين يدي الكتاب. النقطة الثانية إن هم المستشار طارق البيشي طبعا عمل بقى مقدمة يعني جبارة، ففي النهاية هو بيتكلموا هل هو فقه ولا نص. هتلاقي في الموضوع في النهاية إن هو فقه، لأن هو كان ما يسمى المحاكم في مصر كان في حاجة اسمها القضاء، القاضي الشرعي، وكانوا بيتعينوا من قبل الباب العالي في اسطنبول. حتى كان أحد المستشرقين كان تعرضنا له في فيديو سابق إن هو إزاي إن هو كان أحياناً كانت في نسبة فساد عالية جداً، وإن هم كانوا بيشتروا هذه المناصب. وطبعاً معنى إن القاضي يشتري المنصب معناه إنه هيتكسب منه ومن وراءه عن طريق التدخل في القضايا، أو إن هو الحكم بالمزاج، لأن كانش فيه حاجة لوائح قانونية ممسوكة. يعني هو في النهاية هو بيحكم بالمذهب المالكي أو الشافعي، فإحنا كان في النهاية عن مذاهب. يعني ايه؟ يعني شغل بشري انساني وليس شغل الهي كما يدعون. وكان بناء على المذهب بتاعه بيحكم، ففيش حد رقيب ومفيش حد عارف المذهب، وهو في النهايه بيقول الحكم. ففي مساحه حركه ان هو يتقاضى اموال من هذا الرجل او من هذا الرجل، والمستشرق ده تكلم وقال فعلا ان كان في نسب فساد عاليه جدا في القضاء. ولما حاول محمد عبده يعمل مدرسه اسمها مدرسه القضاء الشرعي، مات قبل ما ينجزها في 1905، ودي ربما يكون مسار حلقة لاحقة. وسعد زغلول وهو كان أحد تلاميذ محمد عبده، وفاء لاسم محمد عبده سنة 1907 أنشأ ما يسمى مدرسة القضاء الشرعي. كان المفروض كانوا يخرج منها القضاء الشرعيين، يبقى قضاء أكثر تطورا وأكثر عصرية. وساعتها الإمام محمد عبده كان وضع لها المناهج وحط فيها ترجمة وحط فيها إن هم يدرسوا لغة بشكل مكثف، وإن هو يطلعوا على القوانين الغربية ويترجموا كتب. وكان قامت المدرسة دي بحركة ترجمة كبيرة جدا، وانتجت عدد كبير جدا من المفكرين، الشيخ محمد أبو زهرة، أحمد أمين اللي عمل بقى عصر الإسلام، وكثير من الكتب الدينية، أمين الخولي، يعني عدد كبير جدا من الأسماء الكبيرة اللي أنجزت في الفكر الإسلامي. وكان حاطط سلطة هذه المدرسة مش تحت إيه والأزهر كمؤسسة دينية، وكان حطها تحت وزارة المعارف بحيث يبقى الوزير أو سعد زغلول يبقى متحكم فيها. وكان هذه المدرسة عاملة إزعاج جامد جدا للأزهر، ومنزعجين من الطريقة اللي بيفكروا فيها، الطريقة المختلفة والغير تقليدية والمناهج الغير تقليدية اللي وضعها محمد عبده. وكان بالنسبة له محمد عبده ده متغرب ومتأثر بالغرب، وكان لهم تحفظات عليه، وكان أصلا محمد عبده ليه تحفظات على الأزهر. وما إن مات سعد زغلول حتى انقضوا على مدرسة القضاء الشرعي وأنهوها سنة 1930 ولغوها تماما، ولم ينجزوا عملا مماثلا. هو هدموا مدرسة القضاء الشرعي وخلاص، والأمور التانية رجعت كلها تحت سلطة الأزهر بالفكر التقليدي اللي هو مفهوش إبداعي. هو كان عايز يخرج قضاء بشكل مختلف. مدرسة القضاء الشرعي من 1907 ل 1930 هذا موضوع هام جدا ربما نتعرض له لاحقا. كان عايز يعمل قضاء ربما بيستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية ما يستحق، وتعامل مع العصر بشكل حديث. وانا بتطرق لبعض الامور ان هو بيناقشه في جلسه من جلسات التامين، وفي الاخر وصل ان التامين ما فيهوش حاجه وشرعي وحاجات زي كده. وانا كنت معاصر، لان كان نقابه المهندسين لما كانت وقعت تحت سلطه الاخوان المسلمين، فكان في نظام تاميني بيدي معاشات محترمه للمهندسين، ولا يستطيعوا ان هم يخذلوا المهندسين ويلغوا هذا الايه هذا القانون. كان بعض الاراء الشرعيه ان هذا مش عارف مقامره وهذا ربا وهذا وكذا من هذا القبيل، وانها ايه غير دينيه. عملوا لفه كده وتحويره، وفي الاخر خلوها دينيه، خلى بس ان هم الناس وهي بتكتب التعاقد بتاع التامين او يشترك في النظام التاميني انه يكتب ان هو متنازل عن حقوقه وان حقوقه تعتبر تكافليه وما شابه ذلك. مجرد صيغه بس عشان يتفلتوا من موضوع الايه
بعض الاراء الدينيه المتشدده، ولكن في النهايه هو كان نظام تاميني، واستمر التامين ونظام التامين والمعاشات اللي بتعطى للمهندسين، وحتى الان هذا النظام مستمر. فزي ما قلنا لما جم المهندسين ما قدروش يغيروا حاجه لاخوان المسلمين، وفي النهايه مشوا الموضوع زي ما هو. طب كان في نظام التقسيط شغال، طب هم عايزين يعملوا تقسيط، لان هم اللي كسبوا جدا جدا من تقسيط شركه المستقبل بتاع قريه الشاطر، حققت ارباح خياليه لان هي باعت تقريبا كل الاجهزه الكهربائيه والمنزليه للنقابات، لانهم كانوا مسيطرين على النقابات كلها، فبرضو عملوا لها تحويره وانها مش عارف ايه يجوز وانها مروحه الاسلاميه، فيلم كده في النهايه حلال يعني. وطبعا زي ما قلنا موضوع البنوك كان قبل كده دخل فيه الشيخ الازهر السابق، الشيخ اعتقد انه كان متطور جدا الشيخ طنطاوي، وكان برضو قال ان هذه البنوك في النهايه حلال واجازها بعد دراسات اقتصاديه مستفيضه. ففي النهايه انا عايز الخلاصه، انا قلت لهم يا جماعه يعني البرلمانيين الاخوان دول اللي قعدوا من 84 ل 2005 ما قدموش ليه قانون قالوا هذا القانون الفلاني الماده الفلانيه الماده العلانيه مخالفه للشريعه الاسلاميه والتعديل بتاعها كذا، ويطرحوها للمناقشه. كل الخناقات كانت روايه هنا روايه هناك، لفظ داعر مش عارف في كذا، افيش سينما مش عارف في مشهد مش عاجبهم، كانت كل الخناقات اللي هم بيدعوا ان هم حراس على الدين او ان هم حمايه للدين وحمايه الاخلاق كانت من هذا النوع. ولكن هم بيتكلموا ان القوانين في الدرج وان هم مش راضيين يطلعوا القوانين، وليه بعد خمس سنين طلعوا 95%؟ ما يا جماعه في النهايه احنا دوله مدنيه، وزي ما قلنا فكره الخمره لازم تبقى متواجده بقوانين، مش معنى انها قلنا ده اتاحه مش اباحه. في عندنا بعثات دبلوماسيه ل 200 دوله تقريبا، وعندنا سياحه موجوده بتدر يعني النسبه الاكبر من العمله الصعبه داخل مصر جايه من السياحه، فالناس دول لهم حقوق على الدوله توفر لهم فنادق، والفنادق لها اشتراطات عشان تاخد فندق خمس نجوم، ليه اشتراطات عالميه، وعشان يجي لك الفنادق العالميه تعمل عندك فروع باسماء زي الشيراتون زي الهيلتون زي جراند حياه، كل هذه الفنادق الكبيره جدا ليها مواصفات، فانت بتمشي على المواصفات، لازم تعمل سياحه شاطئيه. كل هذا الامر لا يعني الاباحه باي حال من الاحوال، انت بتتكلم عن تنوع ثقافي والدوله بتصنع القوانين طبقا لهذا التنوع الثقافي. في النهايه انتجوا 95%، وفي النهايه ربما وضعت في الادراج لان فيها حاجات ما ينفعش تتطبق، لان زي ما قلنا لو رجعنا للفقه زي ما قلنا احنا في موضوع تقنين الشريعه الاسلاميه بتاعت عبد القادر عوده، وازاي انه عايز مش ياخد ما ياخدش بشهاده المسيحي، ولا يقتل مسلم بكافر، وان ديه المسيحي غير ديه المسلم، وهنخش بقى في حاجات انتجها الفقه وهي خاطئه، يعني سواء بقى لزمانهم مش لزمانهم، ولكن هي امور خاطئه، وحتى لو كانت يعني جائزه بشكل او باخر اجتماعيا في عصر من العصور، هو في العصر الحالي مستحيل انك انت تفرق من المواطنين على اساس الدين، لانه هيصطدم بمواد اساسيه في الدستور. ولذلك هو هنا في التقنين بيتكلموا عن مراعاه الدستور ومراعاه المساواه والحقوق المتساويه. اي شيء مما يسمى بقى ديه المسيحي غير ديه المسلم وشهاده المسيحي غير شهاده المسلم، دخلت في متاهه ان انت بتطعن في الدستور نفسه، وهي المساواة، عدم التفريق ما بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون أو ما شابه ذلك أو الجنس. هي دي القوانين المفروض بتسير الدولة. يجي يقول لك بقى إيه تولية المرأة، هيجيب لك نصوص ما أفلح قوم ولا شؤونهم المرأة، وهتخش في مشاكل، وهذه مشكلة حتى لن قائبة إنهم مش عارفين يعينوا المرأة في الإيه في القضاء الجنائي، وبيعينوها في القضاء الإداري ساعات أو بعض الأمور بعيدا عن قضايا القتل وما شابه ذلك، ما زالوا مصرين ان في تفرقه على اساس الجنس اللي هو رجل او امراه. فكل هذه الامور تتعارض مع مدنيه الدوله، وفي النهايه زي ما قلنا ده فقه وفقه بشري. لما نقول الشافعي او المالكي او ابو حنيفه او ابن حنبل هنتكلم عن بشر، عن بشر عقولهم انتجت واستنبطت واستحسنت، وفي مصالح مرسله وغيره. ده موضوع كبير ربما هنحاول نتعرض لبعض النصوص لاحقا فيما يسمى تقنين الشريعة الإسلامية، ونكمل في حلقات لاحقة. شكرا جزيلا.